مأزق خطير، وصف ينطبق على طلاب الجامعات الأمريكية الذين خرجت احتجاجاتهم على حرب غزة عن قبضة جامعاتهم وقوى الأمن. سنرمي لكم قصة الطالبة مريم من جامعة كولومبيا بنيويورك التي قالت لوكالة أنباء شهيرة إنها ظنت أن الأمر انتهى مع شرطة نيويورك بعد أن اعتقلتها من الحرم الجامعي ونقلتها في باصات لمركز الشرطة واحتجزتها لبضع ساعات ثم أفرجت عنها. ولكن مساء اليوم التالي تلقت إيميلاً من الجامعة تقول إنه تم تعليق دراستها، وهو الإجراء الأعم الذي لجأت له معظم جامعات وكليات أمريكا لاحتواء التظاهرات المحتجة على حرب إسرائيل على غزة. تعليق الدراسة له أكثر من تفسير في أمريكا، ولكنه في حالة كولومبيا وكلية بارنارد للفتيات التابعة لها، فإن مريم مع مجموعة أخرى ممن اعتقلوا يوم 18 من إبريل ممنوعون من دخول الحرم الجامعي شخصياً أو افتراضياً، وممنوعون من دخول قاعات الطعام. وهنا ظهرت العديد من التساؤلات عن مستقبل الطلاب الأكاديمي. هل سيسمح لهم بأداء اختباراتهم النهائية؟ ماذا عن نظام المساعدة المالية Financial Aid؟ ماذا عن حضور حفل التخرج؟ إدارة جامعة كولومبيا أجابت أن القرار النهائي سيكون بعد جلسات سماع تأديبية، لكن مريم تؤكد أنها لم تتلقى تاريخاً لجلستها وتصف ما حدث لها بالأمر البائس. حتى هنا انتهت قصة مريم، لكن قصتها وقصة المئات من الطلبة الأمريكيين بدأت من إجبار إدارة جامعة كولومبيا الطلاب على فض اعتصام لدعم غزة من المنطقة التي سيقام عليها مراسم التخرج يوم 15 من مايو 2024، ومطالبة الطلاب بقطع علاقات جامعتهم مع المؤسسات الإسرائيلية تحولت حسب وصف الإعلام إلى مواجهة على مستوى أمريكا بين الطلبة والإداريين حول التصدي للحرب وتقييد حرية التعبير. ومنذ منتصف شهر إبريل اعتقل عشرات الطلاب ووضعوا تحت ما يعرف بالبروبيشن، أي فترة مراقبة بالإضافة للتعليق، وفي حالات قليلة طردوا بما فيها جامعة ييل العريقة. ولكن المأزق الخطير هنا أصبح جزءاً من الاحتجاجات نفسها، وهو التظاهر من أجل المطالبة بالعفو عن الطلاب ومطالبة الطلاب بمعرفة العواقب، وما إذا كانت جامعتهم وقوى الأمن ستقوم بإلغاء التهم وإلغاء كل ما يترتب عليها من بقائها في سجلاتهم القانونية مما سيؤثر على مستقبلهم. المأزق مضاعف بالنسبة للطلبة الوافدين، فهناك إمكانية لإلغاء تأشيراتهم حسب تصريح للمحامية ريدي كاسينا التي ساعدت مجموعة من طلاب الجامعة الفلسطينيين على رفع دعوى حريات عامة ضد الجامعة، اتهمتها بعدم فعل ما يكفي لمواجهة التمييز ضدهم. برأيكم هل تحولت التظاهرات في أمريكا إلى تحدي للسلطات؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.